اوه ماي جاد، ما حبيت البعثه تبع اللغه العربيه. انا والله بحب التنقيب على الاثار، بس تاريخ اللغه العربيه ونقوش عن اللغه العربيه شو بدي فيها انا؟ مين مهتم اصلا يعرف عنا شي برو للغه العربيه؟ هي اصلا مو مهمه اوريدي يعني يو نو. تمام، مشان هيك لازم تدرس تاريخ لغه مهمه مثل الانجليش الفرنسي، لغه عليها القيمه يعني. الاجانب غير شكل يا برو. يعطيكم العافيه شباب، شغل كتير حلو والله. أكيد رح نلاقي اكتشافات تغير فهمنا لتاريخ اللغة العربية وتاريخ المنطقة كلها. حلو كتير كتير الشغل، يعطيكم العافية. أنا متفائل. Did you hear that؟ لغة عربية ومتفائل ومهمة بنفس الجملة. Oh my gosh، وماسكين الفراشي ورايحين من تلة لتلة ومن صحراء لصحراء. ليك هذا بدل ما يبعتونا بعثة على أمريكا نعمل اكتشافات مهمة عن جد للبشرية. يعطيكم العافية شباب، بدي أعرفكم عن دكتور جاك نيكلسون. معه نوبل بالتاريخ العربي، دكتور كتير مهم. شكرا كتير شباب على كل شيء عم تعملوه لحتى نعرف أكثر عن تاريخ اللغة العربية. هذا الشيء كتير 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 ضروري لحتى نفهم تاريخ العالم كله. اللغة العربية من أهم اللغات بالعالم. شكرا كتير، يعطيكم العافية. تفضل تفضل دكتور تفضل. عربيته كتير منيحة يا أخي. الأجانب غير شكل، كل شيء بيدرسوه مهم. لك ما فيك تفهم تاريخ المنطقة وتاريخ العالم بدون لغة عربية. اللغة العربية أساسي، نوبل بتاريخ اللغة العربية شو ما بدها تكون مهمة؟ أنا مؤاخذة يعني وأجنبي. فلا لا لا، اللغة العربية شيء كثير مهم لحتى نفهم تاريخ العالم، شيء كثير مهم لحتى نفهم تاريخ المنطقة، وشيء كثير مهم لحتى تفهم كل شيء عم يدور حواليك باللغة العربية، تاريخ اللغة العربية، النقوش باللغة العربية. أهلين وسهلين وميت مرحبتين بأحبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات أينما كنتم وكنتن. يقول الشاعر: فورثم نتفر ناني ورثث ثانكس نودر ثون هيم ثيرف سو تويه هيجن إير هز هيوننغانغ هوايت هز غاست غودس أوثي فيلس أفتر ديث هيونان ديمد ورث. شو هاللغة هي يا جهبذ؟ لغة الدوثراكي من جيم أوف شو هال مين شو؟ هاد إنجليزي حمادي. ده إنجليزي ده يا جهبذ؟ هاد الإنجليزي اللي نعم حمادي، هي واحدة من أقدم القصائد المعروفة باللغة الإنجليزية واسمها بيد ديث سونغ. صحيح لغتها إنجليزي بس إنجليزي قديم أولد إنجليش من حوالي 1300 سنة تقريبا. لما بنسمعها اليوم تقريبا ما بنفهم شيء منها. أنا الجهبذ باللغة الإنجليزية الجهبذ ما فهمت لي غير كلمتين ثلاثة هم وديث وأفتر. صعب القصيدة، حتى الناطقين باللغة الإنجليزية اللي بيكون لغتهم الأمية اللغة الإنجليزية ما فهموا منها شيء. لازم تروح تجوجلها. نحن رحنا جوجلنا، نحن بفريق برنامج الجهبذ ما تركناكم هيك ورحنا جهبذناها وجوجلناها وطلع معنا إنه هي قصيدة تتحدث عن يوم الحساب والتحضير له بالعمل الصالح وعمل الخير. أثابنا وأثابكم الله. طيب هي شفنا اللغة الإنجليزية من حوالي 1300 سنة، خلينا نروح نشوف شعر عربي من القرن الثاني الهجري، يعني تقريبا نفس الفترة، عم يحكي عن نفس الموضوع تقريبا، لنشوف إذا بنفهمه ولا لا. واخترت لكم بضع أبيات بيتين زمان للإمام الشافعي تتحدث عن هذا الموضوع وتقول: احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. تعرف شو الغريب أخي حمادة؟ الغريب إنك فهمت معنى الأبيات بدون ما تحتاج تفسر أي كلمة. عفوا ما قصدي إنه أنت ما بتفهم بالعادة بشكل عام، لا قصدي إنه الأبيات فهمتها مع إنه من 1300 سنة، يعني أنت لغة عربية فهمتها بسهولة، مو مثل اللغة الإنجليزية سمعناها قبل قليل. اليوم فينا نقرأ نص عمره 1000 سنة ونفهمه كله، بل أكثر من ذلك، العلماء اليوم عم يكتشفوا اكتشافات جديدة عم ترجع تاريخ اللغة العربية لقبل 1000 سنة من أبيات الشافعي. ليش أساسا من وين إجت اللغة العربية؟ ما بكون عم بالغ يا سعاد إذا بقول لك إنه هذا السؤال أرق وشغل بال الباحثين والجهابذة والعلماء لقرون، شغلني أنا شخصيا حتى. أول مرة انطرح السؤال كان لما بلشت تتوسع دولة العربية الإسلامية وتنتشر اللغة العربية بين أقوام وشعوب تانية، وكان في أجوبة كتيرة. مثلا قالوا لك إنه أول من تحدث اللغة العربية هن العماليق، لأن قوم من أقوام العرب البائدة، يعني العرب القدماء. العلماء والجغرافيين العرب بيعرفوا إنه كان في باليمن وبشبه الجزيرة العربية لغات تانية قبل اللغة العربية، وكان في كتابة وكان في خط اسمه الخط المسند. حتى إنه جغرافي اليمني الكبير أبو محمد الهمداني بيقول لك إنه باليمن كان في لغة اسمها اللغة الحميرية. حط أحرف هاي اللغة الحميرية بكتابه الإكليل وقارن بين كل حرف فيها بحرف باللغة العربية وطلع معه إنه في تشابه بيناتهم، وقال إنه على زمانه يعني بالقرن الرابع الهجري كان في ناس باليمن لسه بيحكوا لغات يمنية قديمة. بس وين المفاجأة؟ العلماء لما فكوا شفرة الأبجدية السبائية والحميرية اليمنية القديمة لقوا إنه الهمداني كان عارفان شو عم يعمل قبل 1000 سنة، كان عم بيشبه الأحرف بشكل صحيح. رحمة الله عليك يا مداني. بس بنفس الوقت العلماء بيقولوا إنه اللغات اليمنية تطورت بشكل مستقل عن اللغة العربية، بدنا عبارة عن أفرع من شجرة واحدة، شجرة مثمرة وجميلة جدا.
جدا، فرع طلع منه اللغة العربية وفرع طلع منه اللغات اليمنية. طبعا بالإضافة للغات اليمنية بجنوب، بشمال شبه الجزيرة العربية بشرق المتوسط كان في لغة عظيمة هي اللغة الآرامية، وصل أثرها للهند وإيران شرقا ولشبه الجزيرة العربية جنوبا. يوما ما إذا بهمكم الموضوع اكتبوا لنا بالتعليقات، سوف نتحدث لكم عن اللغة الآرامية القديمة اللي هي لغة جميلة ولغة يعني ممتعة. هلا بنرجع للسؤال تبعنا، من وين اجت اللغة العربية؟ لفترة طويلة العلماء إن كانوا عرب أو أجانب وحتى أنا ما قدرنا نوصل لجواب شافي ووافي عن أصل اللغة العربية وكيف تطورت للشكل اللي بنعرفه اليوم، خاصة أنه حتى القرن العشرين كانت الصحاري العربية تبدو أنه فاضية، ما فيها غير رمل، ما فيها آثار نروح ندور فيها ونفهم شو صاير بالتاريخ. لأنه في رأي قديم بيقول أنه العرب القدماء أن العبارة عن بدو رحال ما أنتجوا شيء ممكن دراسته أو تحليله أو فهمه لحتى نفهم عن طريقه التاريخ. هل يعقل يا سعاد أنه واحدة من أهم اللغات بالعالم ما عندنا فكرة علمية عن طريقة تطورها؟ لكن لا تيأس يا سعاد، في البداية وجدوا نقش اسمه نقش النمارة على اسم ضيعة أو قرية النمارة شرق السويداء بجنوب سوريا. اللي بيميز هذا النقش هو أنه مؤرخ من سنة 328 ميلادي، هو بحقيقة الأمر شاهد إبر لملك اسمه أمر القيس بن عمرو ملك العرب كله مثل ما كان يسمي حاله باللهجة نفسها هي. هالنقش هذا كان مكتوب بأحرف وخط اسمه الخط النبطي المتأخر، والأحرف هي بتختلف عن الأحرف العربية، بس لما بنفكر موزة بنلاقيها هي بالأساس أحرف عربية. هلا بيجي حمادي بيقول لي كيف نص عربي مكتوب بأحرف غير عربية؟ حمادي لازم نفصل بين اللغة العربية وطريقة كتابة اللغة، يعني نفس اللغة ممكن تكتبها بعدة أبجديات. شو رأيك إنه لقوا نقوش بالأردن هي نقوش عربية ولكن كتبت بأبجدية يونانية إغريقية؟ ما أنت حمادي أنت ولا مرة كتبت بتشات بأحرف عربيزي، يعني كتبت بالعربي بس بأحرف إنجليزية؟ قلت له أنا نازل عندك شوفك بكرة الصبح، كيفك اليوم منيح؟ سبعة، نقش النمارة يا حمادي اللي مكتوب بالأحرف النبطية اشتقت منه الأحرف العربية يلي منعرفها اليوم بسبب هذا النقش وبسبب الأحرف اللي كانت موجودة على قدر العلماء يقولوا لك أنه قبل الإسلام بحوالي 200 أو 300 سنة كان في لغة عربية. بس قبل 200-300 سنة حمادي لهلا اللي نعرفه لهلا بالحلقة أنه جايك بالمعلومات أنا، أنه نحن معشر الجهابذة والعلماء والباحثين لم نيأس. فكرك نيأس بسهولة نحن يا حمادي؟ علماء اللسانيات واللغات القديمة ضلوا ورا الموضوع لحتى لقوا مكتشفات أثرية ونقوش قديمة للغات قديمة من بادية الشام شمالا إلى اليمن جنوبا. هاي اللغات اصطلح على تسميتها باللغات العربية الشمالية القديمة Ancient North Arabian، منها نقوش بمدائن صالح وتيماء ودومة الجندل بشمال السعودية والحجاز. وهون كان دور علماء اللسانيات بإيجاد السمات والبصمات الخاصة باللغة العربية اللي نعرفها اليوم وربطها باللغات القديمة اللي عم نحكي عنها. من على سبيل المثال التنوين من نون، نحن العرب بننوم من نون بنقول جهبذن، اما هن كانوا يموموا بالميم التموين بالميم يعني يقولوا جهبذم، وهذا التموين بتستخدمه لغات تانية شقيقه للغه العربيه. وعندكم مثلا استخدام نون النسوه وتشكيله ايضا اشياء ظريفه تجمع اللغه العربيه بشقيقاتها مع بعض الاختلافات البسيطه. بس اهم نقوش تم ايجادها لحتى اليوم هي نقوش حره بلاد الشام اللي توجد بين جنوب شرق سوريا حتى شمال السعوديه مرورا بالاراضي الشرقيه للمملكه الاردنيه الهاشميه. هاي المنطقه كلها هي عبارة عن حجارة بازلتية بركانية سوداء، مشان هيك بيسموها الحرة، أو بالإنجليزي بيسموها أحياناً بالصحراء السوداء The Black Desert. بهاي المناطق يا حمادة لقوا العلماء آلاف من النقوش بلغة سموها اللغة الصفائية. ليش سموها الصفائية؟ إنه أول نقش لقوه بمنطقة اسمها تلول الصفا، فصفا صفائية. والعلماء بيقولوا إنه هاي المنطقة الممتدة للأردن جنوباً هي عبارة عن متحف بالهواء الطلق. لليوم صاروا الباحثين ملاقين حوالي 50,000 نقش، 50,000 نقش خلتهم يعرفوا عن تاريخ المنطقة من حوالي 2500 سنة. كيف كانت حياة الناس بوقتها؟ شو كانت دياناتهم؟ أسماءهم؟ من شو كانوا بيخافوا؟ شو كانوا يحبوا؟ والأهم من هيك شو كانت لغتهم؟ لأنه بعد ما فكت شفرة اللغة الصفائية، يعني نعرف كل حرف باللغة الصفائية كيف بينلفظ، صار فينا نقرأ نصوص باللغة الصفائية وطلع فيها أفعال بنعرفها. ندم، تشوق، لعن، نهل، سمع، قتل، رعى، عور. هدول الأفعال في عندك الأسماء مثل فرس، خال، خل، ضأن، كبير، خمسة، عشيرة، طيف، ثلج، ضريح، قبر. أما من أسماء العلم فكان عندنا أذينة، إياس، جمال، حبيب، ورد، سالم، حمادة. حمادة ما في من عندي. بالإضافة لهالشي الصفائيين نفسهم كانوا يسموا حالهم عرب. ومن فترة قريبة اكتشف الباحث أحمد الجلاد نقش بالأردن كاتب عليه صاحب باسمه ذهبان بن يملك بن توفيلوس بن زيد، وعم يقول انه كتب هذا النقش بسنة ظمأ مرت على العرب، يعني الزلمة معتبر حاله هو وقومه من العرب. وبالاضافة للصفائية اكتشف في جنوب الاردن وشمال الحجاز كتابة تانية اسمها الكتابة الحسمائية، وكمان
كمان هي ترجع لقبل الميلاد. مشان هيك العلماء بيقولوا انه هدول اللغات بالاضافه للغات تانية شكلت ما يسمى بالعربيه القديمه اولد ارابيك، او حتى اقدم بروتو ارابيك، عربيه بدائيه. نص من هالنوع وجد بوادي السرحان على الحدود الاردنيه السعوديه، واللي اكتشف هذا النقش ووثقه هو فريق اردني للباحث هاني هياجنه ونشروه بمجلات علميه. وهالنص كان مكتوب بلغه ابجديه قديمه كتير، بس فيك تفهم شوي منه وتحس او تعرف انه هذا عربي، ويعتقد انه بيرجع لحوالي 700 قبل الميلاد. يعني اللغة العربية بلشت بال 700 قبل الميلاد يا جهبذ. حمادة، الشواهد الحالية بتقول ايه؟ بدك طول بالك علي شوي. والله الموضوع يعني مو سهل بصراحة، صعب، يعني ما فيني اعطيك جواب شافي 100%، لانه اصلا الابحاث يوميا عم تطلع عن هذا الموضوع. لهلا عم تطلع، هلا رح احكيك يمكن هلا طلع بحث، لانه اصلا اساسا موضوع اصل اللغة العربية هو موضوع حساس مو سهل البت فيه، واسع وغزير يا حمادة، وكلها بدراسات والابحاث وجهودنا نحن كعلماء وتعبنا وسهر ليالينا، ما قدرنا نبت بفترة أو أصل للغة العربية إمتى طلعت. والأهم من هذا كلياته هو إنه لما نكون عم نحكي عن أصل اللغة العربية بنكون عم نحكي عن تاريخ العرب وحياتهم بالمنطقة كلياتها. هالحكي رح يخليك تعرف أكثر عن ثقافتك وتاريخك ولغتك. يلي بنعرفه حالياً إنه اللغة العربية الفصحى بشكلها الحالي وظهرت قبل الإسلام بقرنين تقريباً، بس تاريخ اللغة العربية مع اللغات القديمة واللغات الشقيقة للغة العربية أقدم بكتير. وطبعاً لا زال في أبحاث عم تصير كمان بالعراق وبشرق شبه الجزيرة العربية وبعمان وباليمن. وهون ضروري نركز شوي سوا حمادة وسعاد، دراسة اللغة مو بس بتفيدنا بالشق اللغوي، كمان فينا نفهم عن طريقها أشياء تانية، عن شكل الحياة ونمطها بهداك الوقت. هالنقوش والوثائق التاريخية بتخلينا نكسر كتير من الصور النمطية اللي عندنا. شو رأيكم إنه الباحث ماكدونالد بيقول إنه عن طريق مراجعة هاي النصوص ونصوص تاريخية تانية من هذيك الفترة فينا نعرف إنه الناس اللي كانوا يقولوا عن حالهم عرب بهذيك الفترة شو كانت مهنهم؟ كان في منهم تجار أغنياء، جباد ضرائب، حلاقين، فلاحين، ملاك أراضي صغار، جنيناتية، وحتى كان في مدرب جمباز. وشو رأيكم كمان انه هاي المكتشفات عم تغير فهمنا لتطور التجارة بهاي المنطقة، مثل تجارة البخور والعطور واللبان والصمغ العربي اللي انتشرت من اليمن جنوبا الى غزة شمالا، غزة اللي كانت مركز هام جدا للتجارة بالبحر المتوسط واللي كانت تورد البضاعة لروما. ولكن للأسف الأبحاث اللي عم تصير بالجامعات العربية قليلة نسبيا، غالبا لضعف الاهتمام، ولسات البوادي العربية مليانة نقوش عم تستنى مين يكتشفها. هذا عدا عن انه في مناطق كتير مهمة للبحث بهاي الامور ما فيهم يبحثوا فيها، مثل سوريا والعراق فيها حروب وفقر وتخريب المناطق الأثرية. إمتى فينا نتجاوز هالمشكلة ويصير في أبحاث بجامعاتنا عن تاريخ منطقتنا؟ ما فيني جاوبك على هذا السؤال، بس اللي فيني إلكن يا إنه البدو اللي كانوا عايشين من حوالي 2000 سنة بالمنطقة العربية كانوا واعيين لأهمية اللغة، وكانوا واعيين لعدم ضرورة وجود أصل أسطوري للغة العربية، لأنه هاللغة عم تخلي كتاباتهم وذكراهم وأصواتهم باقية بعدهم لآلاف السنين. مشان هيك كانوا دائما يدعوا بالسلامة للي حييجي يقرأ النقش من بعدهم، ويدعوا على كل مين ممكن يعور هذا النقش، يعني يأذي. وأنا كجهبة أتمنى السلامة لكل واحد وواحدة شافوا هاي الحلقة وعملوا له لايك أو إعجاب ونشروها بين أصدقائهم، اشتركوا بالقناة. هل كنتوا تعرفوا المعلومات من قبل عن أصل اللغة العربية؟ جاوبونا على هذا السؤال بالتعليقات، وسحبيتوا الحلقة مشان ندعي لكم بالسلامة، عملوا لنا لايك إعجاب، طبعاً بدعي لكم بالسلامة بكل الأحوال، وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وشوفوا الحلقات السابقة، انتظروا الحلقات القادمة، إلى اللقاء.